صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. بسم الله أبدأ، ولكن البداية لا تطيب إلا بتحية الأبطال الصابرين الصامدين الثابتين المرابطين الساعين في كل ساعة ودقيقة وثانية لتحرير أرض فلسطين، قادمين من رمال شاطئ غزة حتى أسوار القدس. بسم الله أبدأ وباسم الوطن أكمل بهذه الجولة الإخبارية التي تسطر حروفها غزة الصامدة، غزة الأمل. نتابع وإياكم مستمعينا ومشاهدين هذه التغطية خاصة لآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، خاصة في فلسطين، من البحر حتى النهر. أهم الأحداث والمسجدات الميدانية لعملية طوفان الأقصى في غزة والضفة لهذا اليوم 26 على التوالي. إليكم تحيات طاقم العمل من إخراج التلفزيوني والتنسيق خالد إنجاز ومحمد الزاغة، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان. مني لكم من الأعداد والتقديم هديل أبو زينة أطيب التحيات. للتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. لنبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. طوفان الأقصى في يومها 26، الاحتلال يوصل فصول المحرقة وحرب الإبادة والتدمير. أبو عبيدة ينفي تحرير أسيرة من قبضة القسام ويكشف خسائر الاحتلال في الهجوم البري.
للمرة الثانية الاحتلال يعيد قطع كامل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. ومن جباليا إلى جنين استشهاد 3 شبان بقصف الاحتلال مخيم جنين. ومصر تستعد لاستقبال جرحى من غزة عبر معبر رفح هذا اليوم. ومن العناوين إلى التفاصيل. اسمحوا لي أن أبدأ هذه الجولة الإخبارية من الأحداث الميدانية في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة جنين، بحيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها. وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارع جنين الناصرة وشارع جنين نابلس وشارع حيفا، وسبق ذلك تسلل الوحدات الخاصة في حي الجبريات وسط اندلاع مواجهات. إذن لنكون في صورة ما حدث في مدينة جنين صباح هذا اليوم، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي الصحفي من جنين محمد عابدي. محمد، يسعد صباحك وأهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك زميلتي هديد وبالسادة المستمعين. أهلا بك. يعني محمد، مجزرة جديدة، مجزرة مصغرة يرتكبها قوات الاحتلال في مدينة جنين. يعني قبل أيام ودعت أيضا 4 شهداء، واليوم تودع 3 شهداء من جباليا إلى جنين استشهاد 3 شبان بقصف الاحتلال لمخيم جنين. الصورة لديك، ما الذي حدث فجر هذا اليوم؟ نعم، يعني 3 شهداء في مدينة جنين حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وهم وئام الحريري ومحمد جرار وينال حمران. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين عند الساعة 1:30 من فجر هذا اليوم. اقتحمت المخيم من عدة محاور، وتمركز اقتحامها عند المدخل الرئيسي لمخيم جنين، ومن ثم كانت قد تمركزت في حي خلت الصوحة وحي الجبريات. هذه 3 مناطق رئيسية كانت قوات الاحتلال قد تمركزت بها، قامت بتخريب وتحفير للبنية التحتية في تلك المناطق وتدمير لبعض الأسوار بالإضافة لبعض السيارات المركونة على جانب الطرقات. وكانت قد هدمت رأسية مدخل مخيم جنين التي بقيت صامدة بعد هدمه في المرة الأولى في الاقتحام السابق. هذه الرأسية تحمل اسم مخيم جنين وشعار مخيم جنين. اليوم استكملت هدم لمدخل مخيم جنين حيث لم تهدمه، حيث بقي هذا الاسم صامدا منذ الهدم في المرة الأولى في الاقتحام السابق. استمر الاقتحام حتى الساعة 6:30 صباحا. كانت هناك عشرات الآليات في المنطقة، وهذه الاقتحامات في جلها هدفها هو تدمير للبنية التحتية في مخيم جنين ومحيط مخيم جنين، حيث أن كل الاقتحامات كانت الأساس فيها والاقتحام بها مرافق لجرافات الديناين التي تقوم بتحفير الشارع وتدمير البنية التحتية فيه وضرب هذه البنية المحيطة في مخيم جنين ومخيم جنين. نعم، يعني محمد، عندما نتحدث عن أن الاحتلال يستهدف مخيم جنين على وجه التحديد من مناطق الضفة الغربية بالصواريخ، يعني هذه ليس بالمرة الأولى التي يقوم بقصف مناطق في مخيم جنين بالتحديد. ما الذي يسعى إليه الاحتلال خلال مثلا من تدمير لمخيم جنين وأيضا القضاء على المقاومة في المخيم؟ نعم، يعني الاحتلال اليوم قام بقصف عدة مناطق في مخيم جنين، منها حي الحواشين
منطقة شارع مهيوب، هاتان منطقتان في مخيم الجنين وتحديدا في وسط مخيم الجنين. كذلك شهدت اقتحام من جيش الاحتلال في الاقتحامات السابقة. أما عن استخدامه للقصف في الطائرات فهو عدم تمكن قوات الاحتلال من اقتحام وسط مخيم الجنين، وهناك أزقة كثيرة وحارات كثيرة في مخيم الجنين لم يستطع الاحتلال الوصول إليها والتوغل بها من شدة المقاومة، ونحن نسمع دائما اشتباكات عنيفة وإطلاق للرصاص الحي والأكواع المتفجرة محلية الصنع، وشهدنا ذلك أيضا بإعطاب عدد من الآليات في المرة السابقة، وهذه المرة أيضا كان هناك إعطاب لآليات من جيش الاحتلال حال توغله واقتحامه لمحيط مخيم جنين. هنا المواجهات تكون عنيفة وتزداد حدتها مرة تلو الأخرى، فهذا يشكل عائق لدى جيش الاحتلال يستخدم الطائرات والقصف من الطائرات المسيرة من أجل تسهيل مهمته داخل المخيم، وهذه ومهمته هي قتل الفلسطيني سواء كان في مخيم جنين أو في غير مخيم جنين. نعم، يعني محمد اليوم تودع جنين ومخيمها ثلاثة أقمار، أين يتواجدون الآن؟ أين تتواجد جثامين هؤلاء الشهداء؟ وأيضا ماذا عن مراسم تشييعهم؟ هل اتضحت الصورة حتى هذه اللحظة؟ نعم، شهيدا هناك في مستشفى ابن سينا وشهيد ثالث في مستشفى جنين الحكومي. ثلاثة شهداء ستنطلق جنازاتهم بعد نحو ساعة من الآن كما هو معتاد هنا في مخيم جنين. ستنطلق جثامينهم باتجاه الدوار الرئيسي في مدينة جنين والعودة من شارع أبو بكر ومن ثم إلى مأواهم الأخير. أحدى الشهداء سيودع في بلدة الهاشمية إلى الغرب من مدينة جنين، وشهيدان هنا في مخيم جنين. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة جنين محمد، شكرا جزيلا لك. إذن في صباح هذا اليوم يعم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى هذه اللحظة عن استشهاد 8610 شهداء، أكثر من 23000 جريح. شل الإضراب الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني فتح كافة مناحي الحياة وأغلقت أيضا الجامعات والبنوك والمحال التجارية. إذن للمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر تفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. دكتور أمين يسعد صباحك وأهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي، صباح الخيرات. تحياتي لك. يعني دكتور، هل لك أن تجمل لنا حصيلة الاعتقالات، حصيلة المداهمات، وأيضا يعني ما قام به قوات الاحتلال فجر هذا اليوم من انتهاكات بحق المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية؟ تخلف هناك ثلاثة شهداء في مدينة جنين وأيضا الشهيد آخر في مدينة طول كرم، والليلة الماضية تم الإعلان أيضا عن الشهيد فتى في بلدة بتمرة. بالفعل فلسطين في الضفة الغربية اليوم ودعت أربع شهداء. الشهيد مجد عواد من طول كرم التقى شهيدا برصاص الاحتلال وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما اقتحمت قوى الاحتلال مدينة طول كرم وقامت بعمل تنكيل وأيضا إطلاق نار كثيف ووقعت اشتباكات تم خلال استهداف المواطن عواد وأعلن عن استشهاده فور إصابته. ايضا جنين كانت مسرحا لاقتحامين متواليين، الاول كان في الساعه الثانيه فجرا والثاني في الساعه السادسه ونصف صباحا. قوات الاحتلال قامت باعمال تجريف واسعه وايضا قصف بالصواريخ لثلاث منازل، ثلاث مرات تم استهداف مناطق في مخيم جنين والجبريات والحي المجاور للمخيم بالصواريخ.
أعلن بالبداية عن إصابات 9 بالقصف، أعلن بالبداية عن استشهاد 2 ثم شهيد ثالث، وبالتالي يرتقي في جنين فجر هذا اليوم 3 شهداء: محمد جرار، وآم حريري، نيال حمران. وهناك مجموعة من الإصابات ما زالت خطرة في مستشفيين في جنين، مركز جنين الحكومي وأيضا مستشفى ابن سينا. أعمال تجريف واسعة اليوم وتخريب للبنية التحتية في جنين بشكل كبير، وكان من ضمنه أيضا مداخل مخيم جنين أعاد الاحتلال تدميرها من جديد. شبكة التيار الكهربائي أيضا تضرر بشكل كبير وتم قطع التيار الكهربائي جراء ذلك. كان هناك أيضا استهداف لمنازل المواطنين، احتلال أسطح منازل للقرناصة، وهذا يفسر أعداد المعتقلين بجروح خطيرة جراء إطلاق مرعيهم باتجاه الرؤوس من خلال هؤلاء القرناصة. طبعا كان هناك اقتحام أيضا لمدينة قلقيلية وتخريب بعض محتويات الشوارع، اقتحام لقرية قصرى جنوب نابلس، تسجيل سمع آلات اعتقال في القدس المحتلة خاصة في البلدة القديمة، اقتحام منزل محمد عطون النائب في المجلس التشريعي عن منطقة القدس ومصادرة مركبة من المنزل. سجلت أيضا اقتحام تخريب لمدخل بلدة دير شرف، تم وضع البوابة وأيضا تجريف المنطقة المحيطة بدوار دير شرف وإغلاق الطرق والفتحات الفرعية التي تربط دير شرف بالمنطقة المحيطة بها. نعم يا دكتورة، ماذا عن حصيلة الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال خلال هذا اليوم، اليوم 26 على التوالي من عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين، يعني عفوا على قطاع غزة؟ هل سجل صباح هذا اليوم أيضا حصيلة طويلة من الاعتقالات؟ حتى اللحظة لم يتم حصر أعداد المعتقلين، قد يكون من المبكر حتى اللحظة حصر الأسماء، لكن حسب ما علمنا فجرا أو في ساعة مبكرة من الليلة الماضية جرى اعتقال عطا برميلي أمين سر حركة فتح في جنين، ثم محاولة اعتقال جمال حويلي من منزله وتهديده على الهواء مباشرة على إحدى الفضائيات، ولكن لم يتم اعتقاله. جرى اعتقال شاب من بلدة قصر جنوب نابلس ثم إخلاء سبيله من أجل الضغط على شقيقه لتسليم نفسه، والاحتلال عاود اعتقال اقتحام منزل مرتين هذا اليوم من أجل إجباره على تسليم نفسه. سجل 8 معتقلين في القدس المحتلة، ولكن لم نتم الآن حتى اللحظة إحصاء إن جرت اعتقالات في مناطق أخرى من الضفة الغربية أم لا. طبعا اعتقل في طول كرم الشيخ كساب زكوت، تم اعتقاله خلال اقتحام مدينة طول كرم. نحن بانتظار دقائق قليلة حتى يتم حصر ورصد الأسماء للمعتقلين في أنحاء عديدة من الضفة الغربية. نعم دكتور، أيضا عندما نتحدث عن انتهاكات أيضا المستوطنون، ما زال هناك انتهاكات متواصلة من قبل المستوطنين لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، يعني طالت هذه الاعتداءات لمدارس في الضفة الغربية، وأيضا مدارس بالأمس كان هناك اقتحام لعدد من المدارس في مدينة القدس، يعني بالفجر هذا اليوم تم الإعلان عن اقتحام لمدرسة في تقوع في بيت لحم. طبعا اعتداءات المستوطنين لم تتوقف طيلة الأيام الماضية بشكل كبير، لكنها في ازدياد كبير. لوحظ الاعتداءات شملت المواطنين أثناء وجودهم في موسم قطف الزيتون وحرمانهم من الوصول لأراضيهم، وهذا تعزز كثيرا في منطقة سلفيت، وبالأمس كان واضح أن كل قرى سلفيت خاصة المحيطة في مدينة سلفيت فرخة وسكاكة ويسوف تم منع المواطنين من الوصول لأراضيهم، وهذه مساحات واسعة مزروعة بالزيتون. وهذا الأمر طبق بالأمس في منطقة المغير، خاصة مناطق قريبة من الشارع المنقف حول البلدة باتجاه الأغوار، تم تنفيذه أيضا على قرى جنوب وقرى شرق نابلس، قدير الحطب وعظموط وسالم، منعوا من قطف ثمار الزيتون، وسبق ذلك في بداية الموسم في قرية عورتا ومادبة وبورين جنوبا. وهذا يتبع أيضا في من بلدات رام الله، وبالتالي جزء من اعتداءات المستوطنين هو المس بالمزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم. وبالأمس كان هناك اجتماعات في منطقة تلفيت لتشكيل لجان شعبية للدفاع عن المزارعين والقرى والبلدات الفلسطينية. ناهيك أيضا عن عربدة المستوطنين في الطرق، كثير من المواطنين يقولون أن هناك مجموعات مسلحة من المستوطنين يقومون بالتواجد على مفارق الطرق، خاصة في منطقة سنجل طريق نابلس رام الله، وأيضا بالقرب من حاجز الكورتنال يكون هناك تواجد للمستوطنين يقومون بعربدة، وبعضهم رصدوه بالقرب من حاجز بيتيل، يتواجد أحيانا مجموعة من المستوطنين قبالة الحاجز العسكري المقام قبالة هذا المعسكر. بالتالي اعتداءات المستوطنين متزايدة ومكثفة خلال فترة حرب طوفان الأقصى. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.
إذن أيضا تم الإعلان عن استشهاد المواطن مجدي عواد من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال في طول كرم. كانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طول كرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة المواطن عواد برصاص الاحتلال بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومية، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا. وللتذكير أن الشهيد المواطن مجدي زكريا يوسف عواد يبلغ من العمر 65 عاما، وأيضا هو من ذوي الإعاقة. يوم أمس في قطاع غزة، ونتيجة للمجرى الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، تجمع عشرات المواطنين أمام دوار المنارة وسط مدينة رام الله استجابة لدعوات الحراك الشباب الذي دعا للمشاركة في مسيرة حاشدة نصرة لغزة وتنديدا بالمجرى الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث استهدف مربعا سكنيا يتكون من 20 منزلا على الأقل دمره بالكامل، مما أسفر عما يقدر ب400 ما بين شهيدين وجريح. للحديث أيضا عن آخر المستجدات في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال هذا اليوم 26 على التوالي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في الوقت الذي أثبتت المقاومة صمودا أسطوريا، وواصلت أيضا قصف تجمعات الاحتلال ومستوطناته في ظل توصل القصف الدموي الذي لم يتوقف جيش الاحتلال عن تنفيذه، مستهدفا منازل المواطنين والمباني السكنية. ارتكب جيش الاحتلال الليلة الماضية في جباليا مجزرة جديدة بعد أن قصف مبنى سكني قرب المستشفى الأندونيسي، مما تسبب عن استشهاد أو ارتقاء 400 شهيد، وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 8525 شهيدا، من بينهم 3542 طفل. قالت كتائب القسام في بيان عسكري أن مجاهديها يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، يهاجمونها بقذائف الياسين 105 والأسلحة الرشاشة تحت غطاء من أسلحة القنص. إذن وسائل إعلام عبرية تعلن مقتل 11 جنديا منذ الأمس في غزة، وجرح 17 من بينهم 4 جنود إصابتهم بالخطيرة. وكتائب القسام تقول وتدمر آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها. في هذه الدقيقة هناك دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنشطاء العرب للتظاهر أمام السفارات المصرية، ودعوتها أيضا لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لقطاع غزة. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية فجر هذا اليوم عن انقطاع كامل كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. أوضحت الشركة في بيان مقتضب لها أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى. ومنذ 7 من تشرين الأول أكتوبر يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد، إصابة ما يزيد عن 22
ألفاً في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني ومنشآت، وبقطع أيضاً التيار الكهربائي والماء والوقود في ظل القصف المتواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وصواريخه البحرية. إذن يوم أمس تجمع عشرات المواطنين أمام دوار المنارة وسط مدينة رام الله، دعوا أيضا العالم إلى وقف ازدواجية المعايير الانحياز التام للاحتلال في جرائمه ضد المدنيين، ودعوا أيضا الجماهير العربية للخروج في مسيرات عارمة في كل مدينته ودولته للضغط على الحكومات من أجل طرد سفراء الاحتلال وأعوانه. لنتابع هذه الرسائل معنا. صدقا نتأسف عن وضع الضفة الغربية، وضع محزن، وضع مؤسف. نطالب جميع الشخصيات المؤثرة، يعني نؤكد غزة ليست بحاجة إلى أي أحد، بل نحن بحاجة لنضع بصمة في صفحات التاريخ، نثبت تضامننا مع إخواننا في غزة، لأنه زي ما بحكوها يعني إذا ما وقفنا مع غزة الدور رح يجي علينا. يعني أول إشي الله يرحم الشهداء، اللي عم بيصير في غزة إشي لا يقبله أي إنسان حر. هذه إبادة جماعية بحق شعبنا، ولازم كلنا نوقف، لازم كل العالم يوقف من أجل إنهاء هذا العدوان الغاشم. المسيرات هدفها الأول الأساسي إنه هدفنا يكون ضد الاحتلال، عشان إحنا واقفين مع أهلنا بغزة، لأنه هم أهلنا وإخوتنا قبل أي شيء، بغض النظر لو كان في اليوم شهيد أو 400 شهيد. غزة التي تعن اليوم تحت هذه المجازر الدموية لن ترفع الراية البيضاء في وجه هذا الاحتلال، وشعبنا سيواصل مسيرة المعمدة بدماء الشهداء حتى النصر وحتى الحرية. رسالتي إنه إحنا شايفين اللي بيصير، يعني أكثر من هيك بنقدرش نوصل من هاي المسيرات. صحيح إنه كتير ناس بتحكي لنا إنه ليش بتعملوا هيك، ليش بتطلعوا، شو بنستفيد، شو هنغير. إحنا على الأقل بنوصل إنه إحنا شايفين وإنه إحنا عن جد. إذن هذه هي صرخات غاضبة من مدينة رام الله بعد مجزرة مخيم شباليا في قطاع غزة. المستشفى الإندونيسي بغزة ينذر بالعد التنازلي لوقف المولد ونفاذ الوقود في هذا المشفى. الصحة في قطاع غزة تناشد كافة أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا من لديه أي كمية من الوقود أو يعرف مكان به وقود لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بها لإنقاذ حياة المرضى والجرحى. أبرز ما جاء في مؤتمر عاجل المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة يوم أمس، الإنذار الأخير ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، ووجه نداء عاجل واستغاثة إلى كل إخواننا في الدول المنتجة للنفط بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي المستشفى الإندونيسي بالوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى. وأيضا وجه نداء عاجل استغاثة إلى دول العالم لإنقاذ 42 طفلة تحت أجهزة دعم الحياة في حضانات الأطفال، و62 جريح ومريض تحت التنفس الاصطناعي، 650 مريض بالفشل الكلوي، ومئات العمليات في غرف العمليات وغيرهم من المرضى والجرحى.
وزارة شؤون المرأة نظمت يوم أمس وقفات في المحافظات تنديدا بالعدوان وللمطالبة بوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة. أهالي الأسرى يملون الصليب الأحمر حتى يوم الخميس القادم معلومات كاملة عن أسرانا أو الإغلاق الكامل. لنتابع معنا. لم يتجاوز 4 أعوام ومع ذلك يقف الطفل محمد شوامر أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة مع جدته حاملا صورة والده وأعمامه 3 الأسرى داخل معتقلات الاحتلال من أجل الضغط على المؤسسة الدولية لتوفير خبر واحد عن حالهم خلف القضبان بعد تصاعد إجراءات وممارسات القمع بحق الأسرى منذ 7 أكتوبر الماضي. يعني والله ما بنام الليل من الوضع اللي بسمعه عن الأسرة، ويعني وضع كل دار فلسطين نفس الإشي، يعني نفس وضعي. يعني هذا اللي أخذوه في 10/10، يعني كنا نايمين بالمستشفى، يعني أنا وأخوه مش مسوي ولا إشي، أجوا حملوه ما نعرفش عنه إشي، واللي في النقب عندي واحد بالنقب ما عرفش عنه ولا إشي كمان، وعندي هذا محمد هو أبو ولد وبنات ومرته حامل أسبوع هذا بتولد. الصليب الأحمر حتى الآن ما اعطناش جواب، إحنا توجهنا له برسالة برسالتين برسائل شخصية من الأهل، الأهل كل هالأهل متأمل إنه الصليب يكون بدوره على الأقل يطمنا عن الأسرة، إلا إنه للأسف ما اعطناش ولا أي جواب حتى الآن. مطلوب منه يعني هذا الصليب إنه هو دوره هيك إنه يخبرنا، وعلى الأقل إذا مش قادر يخبرنا يطلع بالإعلام يقول أنا مش قادر أزور هدول الأسرة. أهالي الأسرى المعتصمين أمهلوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى يوم الخميس المقبل من أجل حماية الأسرى من هول الانتهاكات الممارسة بحقهم وتوفير المعلومات الكاملة عنهم، وإلا سيتم إغلاق المقر بشكل نهائي في مدينة البيرة بسبب تقصير الصليب الأحمر في مواكبة قضية الأسرى داخل السجون وفقا لتأكيدات الأهالي. رسالتنا رسالة لكل العالم، في عالم حر انه يتحمل مسؤوليته تجاه وقفنا هذا النزيف اللي في غزة. الرسالة الثانية تجاه أسرانا وأسيراتنا في جنوب الاحتلال، هم معركة الوجود والثبات، وهذه معركة مش راح نتراجع عنها، وهم دائما انا بعرف معاناتهم ازدادت في الفترة الأخيرة. احنا رسالتنا بلغناها خطية للصليب الأحمر بأنه إذا كان الاحتلال هو من يعيق الصليب في القيام بواجباته ومسؤولياته، فعلى صليب أن يعلن أن الاحتلال أننا نرغب في أن نقوم بمسؤولياتنا، ولكن الاحتلال يمنعنا حتى يبرئوا أنفسهم من مثل هذه الاتهامات. المشكلة في صمت الصليب أنه لا يقول الحقيقة أن الاحتلال هو الذي يمنعه من زيارة السجون. وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في السجون بعد 7 أكتوبر، حيث ينتقم الاحتلال عبر قطع الماء والكهرباء ومنع الفورة والزيارات، هذا إضافة لإهمال طبي قديم جديد متعمد، كل ما سبق أدى إلى استشهاد الأسيرين عرفات حمدان وعمر دراغمة. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا مجددا. إذا لننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، الفقرة حقيقة أم كذب، الأخبار المزيفة والإشاعات. يسعدنا أن نرحب بهذه الفقرة ضيفتنا عبر الخط الهاتفي ريهام أبو عيطة مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية. ريهام يسعد صباحك وأهلا ومرحبا بك معنا. يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين. أهلا بك. يعني آخر الأخبار المضللة التي قمتم برصدها خلال الساعات الماضية ريهام. كان في كتير الصراحة نشر لأخبار انتشرت خلال 24 ساعة الماضية، بعدها يعني أغلبها ما قدرنا نتحقق منها لأنه كانت تتعلق بأحداث أمس وخسائر الاحتلال. يعني كان في كتير مثلا أخبار عن استيلاء على عدد معين من المركبات وأسر جنود، ما قدرنا لحد هلأ أنه نتحقق منها لأنه الاحتلال ما بيعرف عادة، يعني ما بيعلن عادة عن هاي الخسائر بسرعة، والمقاومة كمان ما أعلنت، ولكن اليوم أعلن عن مقتل 9 جنود بالإضافة إلى 3 كانوا قبل.
يعني هاي أغلب الأخبار اللي نزلت ما عرفنا نتحقق منها، ولكن تحققنا من مثلا معلومات انتشرت عن تدخل حزب الله وأنه يوم الجمعة بده يعلن تدخله عن الحرب، وكان هذا تحليل ومش معلومة. وكان هي منقولة عن المحلل أو الصحفي عبد الباري عطوان، وكان يحكي عن تحليله إنه الحزب الله أجل خطابه ليوم الجمعة حتى بده إنه أمهل أمريكا وإسرائيل يوقف الحرب، أو بده يعلن اليوم يعني دخوله الحرب، ولكن كان هذا تحليل شخصي وتم تناقلها وكأنها معلومة. وهون لازم يعني مهم الواحد يفرق بين الصحفي أو المحلل السياسي لما يكتب مقال أو لما يعمل مداخلة تحليل رأي، ومن ما يعطي معلومة مؤكدة. وهو استخدم كثير يعني بتعليقه ومداخلته ربما لا أعرف، فيعني استخدم هذه العبارات، فيعني هو كان يحلل ما كان يعطي معلومة. صحيح. ريهام، أيضا يعني هذه الأخبار الكاذبة لا تقع يعني فقط خلال هذه الأيام بسبب يعني في قطاع غزة فقط، بل أيضا انتشرت في الضفة الغربية، وتنتشر هذه الأخبار الكاذبة في أمور تخص الضفة الغربية. بالأمس كان هناك عبارة عن تصريح لوزيرة الصحة الفلسطينية للعربي بأن مستشفى جنين وابن سينا والرازي كلها هذه المستشفيات هي تواجه تهديدات بالقصف الإسرائيلي أيضا. صحيح. كان في يعني خطأ في نقل تصريح وزيرة الصحة، وإحنا استمعنا للتصريح وما كانت ما ذكرت كلمة قصف، وتم نقلها هو أساسا من التلفزيون العربي إنه وزيرة الصحة أعلنت إنه المستشفيات مهددة بالقصف. هي كانت قايلة مهددة من قبل الاحتلال، وما ذكرت كلمة قصف، ذكرتها لمستشفيات غزة مش على مستشفيات جنين. والموضوع هذا سبب كتير رعب للناس، هو كان خطأ غير مقصود، ونزل التلفزيون العربي تنويه إنه كان خطأ غير مقصود، ولكن كتير كان يعني واقع صعب على أهل جنين، وصلنا كتير طلب من المعلومات إنه معقول الوزيرة صرحت هيك، وكان في يعني بصراحة خوف. صحيح. ريهام، يعني أخيرا أود سؤالك أيضا عما في مدينة غزة بالتحديد، يعني هناك مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك أيضا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. بالأمس كان هناك ضجة للمواطنين لتغريدة نشرها مواطن من قطاع غزة وهو خليل صاحب هذه التغريدة، وقالوا بعد دقائق من نشره أنه استشهد أيضا. ما حقيقة هذا الخبر، وأيضا كيف بإمكانكم التحقق من ذلك؟ هو بنفسه مؤثر في غزة وعنده متابعين سواء على إنستغرام أو على الفيسبوك، كتب كلمة جدا كانت مؤثرة إنه أنا لو استشهدت ما بدي أكون رقم، أنا حدا إلي قصتي وعندي طموحي وما تذكروني كرقم. نعم، وقال أنا كوكب كاملا، يعني أنا مش رقم، أنا كوكب. أنا كوكب، صحيح. فما بعرف يعني مين خطر في باله إنه يعمل دراما ويقول إنه بعد ما كتب هاي الجملة استشهد، وهو لأنه صارت كثير بغزة، يعني كان في رسائل من مواطنين كانوا ينشروا على الفيسبوك أو على إنستغرام أو على تويتر وبعدين استشهدوا، فنزلوا إنه هو استشهد وإنها قصة أليمة، ممكن لأنه المقولة تبعته أو اللي كتبها كان قوي، ولكن هو نشر قال يا جماعة أنا حي ومش ما استشهدت، مين حكى أني استشهدت؟ وإحنا نزلنا توضيح إنه تصحيح إنه الشاب يعني نشكر الله إنه هو يعني موجود وعايش. نعم، إذا شكرا لك ريهام على هذه المشاركة وهذه الأخبار المضللة التي قمتم برصدها وقمتم أيضا بكشف حقيقتها في هذه الفقرة، فقرة حقيقة أم كذب، الأخبار المزيفة والإشاعات. شكرا لك ريهام. إذن أؤكد أن هناك إضراب شامل في كل مدن الضفة الغربية، دعوات لمظاهرات في كل الميادين في تمام الساعة 11 من صباح هذا اليوم.
وبهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، متواصلا وإياكم متابعينا الكرام في تغطية لأهم الأحداث والمسجدات الميدانية لعملية طوفان الأقصى في غزة والضفة لهذا اليوم 26 على التوالي. نلقاكم على رأس كل ساعة وأيضا بعد قليل مع الزميلة ريم العمري في برنامج شد حيلك يا وطن. متابعة طيبة نرجوها لكم وإلى اللقاء. صباح الخير يا وطنا يسير بمجد العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعماس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي. هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركانا. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.